بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. الأستاذ شبور سليمان في مادة العلوم الإسلامية. يسعدني اليوم أن أقدم لكم وحدة جديدة في ميدان الفقه وأصوله، وعنوان الوحدة هو من أحكام الأسرة أي الزواج وأحكامه. إذا كانت الأسرة هي اللبنة الأولى في تكوين المجتمعات، فالزواج هو أصل الأسرة، به تتكون ومنه تنمو، ولهذا لا بد من تعريف الزواج حتى يتسنى لنا متابعة العناصر الباقية من هذه الوحدة. إن الزواج في اللغة يأتي بعدة معاني، منها الضم والجمع والاقتران والارتباط. نقول جمعنا بين شيئين، أي ضمينا الجزء الأول مع الجزء الثاني. اصطلاحا هو عقد، ولا بد أن نركز على هذه المفردة أو هذه الكلمة. هو عقد يفيد حل استمتاع الزوجين بعضهما ببعض على الوجه المشروع. إذن كل زواج يعتبر عقدا شرعيا إذا استوفى أركانه وشروطه. الآن الزواج مشروع، وقد ثبت تشريع الزواج بالكتاب والسنة. لاحظ معي، بالكتاب والسنة، أي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أما الكتاب فقوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وهذه هي ثمرة الزواج. وقوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى عفوا أيضا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فكلمة فانكحوا بمعنى تزوجوا. وأما من السنة النبوية الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، دعوة إلى التبكير بالزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، أي النفقة التزوج، فليتزوج. صيغة الأمر، فإنه أغض للبصر، أي الإنسان يبتعد عن النظر المحرم، وأحسن على الفرج، كذلك يحسن الإنسان من الوقوع في الرذيلة. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إذن الصوم يجنبنا الوقوع في الفاحشة، فإنه وجاء له، فإنه وجاء له بمعنى وقاية له من الوقوع في المحرمات، وكذلك يكبث ثوران الشهوة عند الإنسان. الآن نتوصل إلى استخلاص بعض الفوائد والحكم من مشروعية الزواج. لماذا شرع الزواج في الإسلام؟ لتشريع الزواج حكم جمة، أي كثيرة، وفوائد كثيرة، منها السكن الروحي والنفسي. معنى بالزواج يطمئن كل من الرجل والمرأة لبعضهما البعض، لأنهما يقومان بالحرص على المحافظة على الحياة الزوجية، فيتعاونان ويتحملان كذلك المسؤولية معا. ثانيا، المحافظة على النوع البشري، وفي ذلك ضمان لاستمرار عملية التعمير. تصوروا لولا الزواج لانقرض الإنسان، ولكن من سنة الله في خلقه
أنه شرع الزواج للحفاظ على النوع الإنساني، وبالتالي يتم تعمير الأرض. ثم عندنا غض البصر وحفظ الفرج وإعفاف النفس، ثلاث نقاط هامة. غض البصر أي الإنسان يغض بصره عن الشيء المحرم، وكذلك يحفظ فرجه من الوقوع في الفاحشة، وبذلك يعني يكتسب عفة النفس والطهارة، فيكون شريفا وطاهرا. رابعا، يوجد الأسرة والمحضن الفطري الوحيد للنشء السوي الصحيح الصالح. إذن بفضل الأسرة يكون لدينا أبناء، وينبغي على الآباء العناية بتربيتهم وتنشئتهم تنشئة صالحة. لكن أين يجد الطفل أو الإبن هذه الأمور التي توفر له حاجياته، وكذلك العطف والحنان، إلا داخل أسرته؟ النقطة الأخيرة من درسنا هذا، وهي من أحكام الزواج، الخطبة بكسر الخاء، لأن هناك فرق بين الخطبة والخطبة. بكسر الخاء هي أن يتقدم شاب لطلب الزواج من فتاته، لكن إذا قلنا الخطبة هي الكلمة التي تلقى من فوق المنابر حتى تميزون بين الخطبة والخطبة. الآن نأتي إلى تعريف الخطبة. هي أن يتقدم الرجل إلى امرأة معينة تحل شرعا أو إلى أهلها لطلب الزواج بها. إذن أول مرحلة من مراحل الزواج هي الخطبة، فنقول الخطبة هي مقدمة للزواج. يترتب على هذه الخطة الأولى من الزواج ما يلي أحكامها، أي أحكام الخطبة. الخطبة أولا، الخطبة مجرد وعد بالزواج وليس زواجا، لأن الزواج لابد من توفر عقد شرعي وليس زواجا. ثانيا، يجب أن لا تكون المرأة المراد خطبتها يحرم عليها الزواج، مثال المرأة المعتدة، إذا طلقت المرأة وما زالت في العدة فلا يجوز أن يتقدم الرجل لخطبتها، بل يحرم. ثالثا، يجوز النظر إلى المخطوبة لتكون الخطبة محققة غايتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها، شوفوا لنا، فليفعل. ولكن ما هو الشيء المباح أن ينظر إليه الخاطب؟ وهو الوجه والكفين، الوجه والكفين. وهذه فرصة يعني منحها الشرع الإسلامي للرجل والمرأة من أجل التعارف بينهما، وهذا يعني حتى يكون الإنسان راضيا بالمرأة التي تكون شريكته، وكذلك المرأة ترضى بشريكها. ثم رابعا، حرمة الخلوة بالمخطوبة لأنها محرمة على الخاطب. هنا هذه مشكلة، والقاعدة الفقهية تقول الوسيلة إلى الحرام حرام، فكثير من الناس يعتقدون أن الخطبة زواجا، ولكن لا يجوز للمرأة المخطوبة أن تخرج مع
خاطبها إلا برفقة محرم. ثم عندنا خامسا، يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه. إذا تقدم إنسان إلى خطبة امرأة فهنا لا يحل لرجل آخر أن يتقدم لخطبة هذه المرأة، لأنه يكون بذلك قد تعدى على حق من حقوق هذا، إلا في حالة واحدة، إلا إذا لم ترضى هذه الفتاة بهذا الخاطب أو فسخت الخطبة. بهذا نكون قد انتهينا من هذه العناصر التي اليوم تطرقنا إليها، ولكن ما زال الدرس فيه عناصر أخرى سنتناولها في حصة أخرى. ولذلك أسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع، وأن يوفقكم في دراستكم، وإنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.